لو سمحت اخوي دقيقه، الله يخليك، هذا مكاني، هذا المكان لذوي الاعاقه، لو سمحت ممكن تشيل سيارتك؟ انا اخوكم فريق اصدقاء المعاقين، راح اخالف لك اياه باذن الله. القضيه مو قضيه مخالفه، اذا بياخذ مكاني خلي ياخذ اعاقتي. الى جانب شرطه البيئه والداخليه ينضم فريق أصدقاء المعاقين الذي انطلق ابتداء من اليوم لرصد التجاوزات تجاه هذه الفئة والتوعية بحقوقها. نشوف وايد انتهاكات حق يعني خصوصيات المعاق، منها مثلا نشوف هاللوحة هذه، أي واحد يعني صاحي وهذا ويوقف ما يفكر إنه يعني المعاق إنه صعب إنه ينزل ويروح. الفريق عنده حق في ضبطية القضائية وإعطاء مخالفات لمواقف السيارات الخاصة ذوي الإعاقة واللي خالف حية، فإحنا ودنا بشكل ودي وبشكل إنساني ننبه الناس إن يا جماعة ترى إذا وجود عسكري حيخالف، وزارة الداخلية حتخالف، ولكن هناك أشخاص عاديين عندهم حق الضبطية القضائية. خطوة من شأنها تشكيل قاعدة بيانات للتعديات وإعداد تقرير للحماية وتوفير فرص متساوية لذوي الاحتياجات. واليوم تم تحرير عدة مخالفات، وكذلك في المستشفيات دولة الكويت وفي جميع الانتهاكات اللي تقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس حصرا على المواقف الخاصة في الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما جميع الانتهاكات وجميع أوجه القصور التي يتم من الأشخاص المكلفين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك في مخالفات توصل مخالفات إلى يتم رفعها إلى الإدارة العامة للتحقيقات ويتم التحقيق فيها ومن ثم رفعها إلى المحكمة. احترام حقوق ذوي الاحتياجات ومنع الإساءة لهم بكافة أشكالها الهدف من هذه الحملة التي ترتبط بشكل مباشر مع جهات الاختصاص والمؤسسات المعنية بالدولة. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.